السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبات جامعة الملك عبد العزيز تخصص أحياء دقيقة لمادة مايكروبيولوجيا أغذية بايو 436. في البداية معكم الطالبة وجدان يحيى. اليوم راح نتكلم عن بروبيوتيك جود فور فاجينال هيلث. كلنا نعرف بأن البروبيوتيك له طريقة لتحسين صحة الجهاز الهضمي. إيش مفهوم بروبيوتيك؟ هي عبارة عن سلالات بكتيرية صحية تكون متواجدة بشكل طبيعي في الجسم والمكملات الغذائية. بعد فترة من اكتشاف هذا المكمل الغذائي، بدأ خبراء الصحة بالنظر إلى فوائد البروبيوتيك على صحة المهبل خاصة، واكتشفوا بأن سلالة واحدة على الأقل من البروبيوتيك يمكن بأن تساعد في منع وعلاج مشاكل عدم التوازن المهبلي مثل التهاب المهبل الجرثومي. السلام عليكم، معكم منيرة العلي، وحأتكلم عن الميكروبيوم اللي موجودة داخل الفاجينا. طبعا يعيش أكثر من 50 نوع مختلف من الكائنات الحية الدقيقة داخل الفاجينا، والعديد من هذه الميكروبات هي نوع من البكتيريا تسمى باللاكتوبازيلاي. تساعد هذه البكتيريا في الحفاظ على صحة الفاجينا، ويمكن أن يتسبب نقص اللاكتوبازيلاي وزيادة نمو بعض الميكروبات الأخرى في حدوث خلل في الفاجينا. يمكن أن يحدث هذا الخلل لعدد من الأسباب، بما في ذلك عندما تكون المرأة has unprotected sex, changes of the hormones, having her period, doesn't maintain good hygiene habits. نتيجة عدم توازن الفاجينا يؤدي إلى fishy odor, discharge و itching. طيب الفاجينا الامبالانس، يؤدي الفاجينا الامبالانس إلى زيادة فرص الإصابة بعدوى المسالك البولية اللي هي اليوتي آي. ومع ذلك من المهم ملاحظة أن عدوى المسالك البولية لا تسببها دائما نفس مسببات الأمراض التي تسبب الالتهابات المهبلية. السلام عليكم، معكم سارة أسطى. اليوم هتكلم لكم عن أسباب اختلال التوازن في الفاجينا. عندنا أكثر نوع شيوعا هي البكتيريا. طيب النساء الذين مصابين بالتهاب الفاجينا حيكون عندهم أنواع كثير ومختلفة من البكتيريا. طيب البكتيريا حتسوي البكتيريا طبعا الباثوجينيك الممرضة، طيب مو النافعة، حتسبب ارتفاع في درجة الحموضة ل 4.5 وحيقلل من البكتيريا المنفعة. احنا معروف انه اي بكتيريا منفعة حتفيد الجسم، فهو اذا زاد هذا حيقلل البكتيريا المنفعة. طيب وحيعاني اللي مصاب بالبكتيريا في الفاجين، حيعاني رائحة كريهة، حرقان اثناء التبول، فرزات مبهلية حيكون لونها على رمادي، حيكون في حكة. طيب الحين بتكلم لكم عن ثاني نوع من اختزال التوازن المبهلي. طيب حيكون اليست انفكشن، هو العدوى الفطرية، وتقريبا معظم العدوى الفطرية سببها الكانديدا. طيب في الحين في الجسم السليم لما يجي يدخل الكانديدا في الفاجينا، البكتيريا المنفعة في الجسم هي حتحاربها وحتقللها. طيب إذا إحنا صار عندنا اختزال، يعني صار ما في توازن، فما عندنا بكتيريا نافعة، إيش حيصير؟ فالفطر هذا حيزيد وما حنقدر نسوي كنترول عليه إنه سهل. طيب وأعراضه حيكون تهيج، إفرازات سميكة، حيكون لونها أبيض أو مائي، إحساس حارق أثناء التبول، ألم وطفح جلدي مبهل. شكرا. السلام عليكم، معكم الطالبة جهد بالعلا. هتكلم عن أتريكومونايسيس أو داء المشعرات، أحد أسباب اختلال التوازن في الفاجينا، وهي عدوى شائعة تنتقل جنسيا. وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، 3.7 مليون أمريكيين معرضين لهذه العدوى. أعراض العدوى تتضمن حكة، حرقة، إحمرار وألم، إحساس بعدم الراحة عند التبول، إضافة إلى تغير في إفرازات الفاجينا بأن تقل أو تزداد وتكون شفافة صفراء بيضاء أو مائلة إلى الخضار، مصاحبة مع رائحة تشابه رائحة السمك. تستعمل المضادات الحيوية لعلاج هذه العدوى كالتنايدازول أو الميترونايدازول،
أما البروبيوتيك فلا يستعمل كعلاج أو حتى كوسيلة وقائية. تالياً التهاب المسالك البولية، يحدث عندما تدخل البكتيريا إلى المسالك البولية عبر الإحليل وتبدأ بالتكاثر في المثانة، بالرغم من أن آلية الجهاز البولي تمنع دخول البكتيريا إلا أن العدوى شائعة الحدوث. معظم الحالات تصيب المثانة والإحليل، ولكن قد يتفشى الالتهاب إلى الكلى مسببا عدوى مهددة للحياة. أعراض الإصابة بالعدوى قد لا تكون سهلة الملاحظة، تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعا الحاجة إلى التبول في فترات قصيرة، إحساس بالحرقة أثناء التبول، التبول بكميات قليلة، البول قد يبدو عكرا أحمرا فاتحا ورديا أو بلون الكولا، ألام في الحوض. التهاب المسالك البولية شائع ضمن النساء لأن المرأة لديها إحليل أقصر من الرجل، مما يسهل دخول البكتيريا. عوامل أخرى قد تساعد في تطوير الالتهاب تضمن النشاط الجنسي، أنواع معينة من موانع الحمل كالسبرمسايدز والدايفرامز، مشاكل جسدية في الجهاز البولي، انسداد في الجهاز البولي، القسطرة، فحص أو جراحة بولية حديثة. نوع المضادات الحيوية المستعمل في العلاج يعتمد على عوامل عديدة، منها نوع البكتيريا التي تم العثور عليه في البول، حالة المريضة الصحية، إضافة إلى مدة حدوث العدوى. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالبة نوف، اليوم راح أتكلم عن استعادة التوازن. طبعا يقول الخبراء أنه لا يوجد دليل قاطع يظهر أن البروبيوتيك فعالة في منع وعلاج التهاب المهبل البكتيري أو حتى الحالات الأخرى المتعلقة باختلال التوازن المهبلي، لكن حاليا لا تزال المضادات الحيوية العلاج الموصى به لهذه الحالات، فمن المهم الحصول على التشخيص والعلاج المناسب طبعا الأسباب الكامنة وراء ذلك، يجب تقديم التوصية بأخذ بروبيوتيك في شكل مكمل من قبل مقدم الرعاية الصحية فقط بعد التقييم الكامل والتشخيص المناسب للشرط المصنوع.